في ناس كتير زي كده في البلد او في طبعا في كتير بيمدحوا في كتير بغني يعني اغاني للحجاز، بغني اغاني للافراح. طب ولو انت في فرح وحد قال لك غني لنا غنوه بتاعت افراح على الترعه على الميه المالح على المالح؟ أيوة الحاجات أيوة تقوليها ولا ما تغني؟ لا غني. تغنيها؟ ايوه غنيها. وتغني ام كلثوم وانت رايقه كده ولا تغنيش؟ ام كلثوم وكل عادي. طب ما تديني حته كده بصوتك الحلو كده، حلوه كده لام كلثوم مثلا. هل راى الحب سكارى سكارى؟ بس كده ده ما كملتش جمله. خلاص عدتيني. طب قولي لي، الميت لما بيموت في مخيخ؟ طبعا. المخيخ ده ليه رتم، ليه صوت يعني لعديد. لعديد؟ ايوه. تعرفي تعملي العديه ولا ما تعرفيش؟ عديد نعدد على الراجل ونعدد على المراه. ايه العديات مثلا؟ العديه بتاعت الراجل يعني الراجل لو شاب، لو شاب يعني الشاب ده لو واحد الشاب وغير غير الكبير لو هو تو يعني برضه زي الكبير الشاب. طب اديني يعني عديه كده، وريني سمعيني عديه كده عشان الحاجات دي بتندسك. العديد نسمعك العديد، نسمعك عجعكوي. يلا حلو، ما برضه العيال حواحد كلنا لا اله الا الله محمد رسول الله رايحين كلنا مقعد وجهه بس عشان نشوف الفن ده عامل ازاي يعني. ادينا نموذج كده حته. اهل السدايس يا رب خليها، يا رب عودة لأهاليها، رجال السدايس يا رب هملها، يا رب عودة لمنازلها. ياللي ابتليتي طولي بالك، انت ابتليتي وبلوتك طالت. العدودة هي فن الاحتفاء بالموت، أبيات شعرية مجهولة المؤلف، توارثتها الستات من جيل لجيل ومن زمن لزمن. بيتجمعوا في صحن البيت أو براه، لابسين أسود وبلحن جنائزي حزين بيبدأ التعديد. نادى المنادي وكحرة النبوت، راح اللي كان ظله مالي علينا بيوت. نادى المنادي وكحرة الجلة، جال افتحه ونعشه أبكي على العلة. والكل ميت قصدته، اللي يتقال للبنت اللي لسه ما اتجوزتش يختلف عن اللي يتقال للي اتجوزت. رساء الطفل غير رساء الشاب، اللي خلف مش زي اللي ما خلفش، اللي مات في بيته غير اللي مات في غربة، نعي الأخت لأخوها غير نعي الست لجوزها. المرأة غير الراجل طبعا. عديد على المرأة وعدد على الراجل. اديني واحدة للمرأة. للمرأة واروح للحفار واقول له شعر الصبية من التراب، قل له واروح للحفار واشكيله شعر الصبية من التراب شيلو، وجاي من بعيد ولابس المكسي. هذا احنا نقولها تاني، لا اله الا الله، لا اله الا الله محمد رسول الله. لا دلوقتي الستات اللي بتعدد، في ستات بتعدد هنا مثلا في المنطقة دي؟ لا بطل اندلق. بطل دلوقتي خالص. دلوقتي بطل العديد يعني بسيط بسيط، الحرمة اللي جهلات شوية كده يعني اللي يعدد، لكن ذاك العديد بطل على اساس انه يعني حرام يعني وكده. حرام يعني الناس ما بتحبوش. الناس ايوه اتطورت شويه كده، لكن زمان كانوا بيعملوا كده على طول. كانوا بالحزمن ويسوون الطين على اقدامهن على شعورهن. حطوا طين؟ والله سبحان الله. يعني ويقعد ثلاث ايام ولا اربع ايام ولا اسبوع برا في الشوارع ما يدخلونش البيت ولا ياكلون ولا يشربون. عايز اسمع منك، هسيبك انا وامشي، بس عايز اسمع منك حاجه وحدك تقوليها لي بدون الات وبدون الستات اللي معاكي دول، في مديح عن سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. حته صغيره كده وحدك. داري على بلوتك ياللي بتلي الداري، ازاي اداري ونور المصطفى ساري، كتب القلم على العبد والعبد مش داري، وش يعمل العبد للي محزم الباري؟ يا واحد واحد الواحد ده النار لا تحرق لسان عبدا يصلي على النبي. وأظلم الليل تروح فين يا مبالي، خشوا العريضات القبابها عالي، ألوم على الناس ولا ألوم على حالي، ألوم على قلبي كان عمرا صبح خالي، خالي يلوم علي أنا قلت له خالي، يا اللي ابتلت بالعشق تعنظروا حالي،
خشوا العريضة تلقوا النور بيلال.